يتجدد اللقاء مشاهدينا متابعينا الكرام والتواصل في أشواطنا في صباح هذا اليوم، انطلاقة أشواط الحقائق هنا في ميدان دستور في أحد فروع تحفة الميادين في المرموم. تنطلق الحقائق حاملة كذلك الناموس والانطلاق والتحدي الجميل على أرضية هذا الميدان. شوطنا السادس الذي تعلن فيه الانطلاقة عن هذه المجموعة وهذه ألفية مشاهدينا الأعزاء من الجعدان، الحقائق التي تحمل شعارات أبناء القبائل في عالم الأصايل والرقص مع الصغار دائما جميل ورائع للقاية. نسير مع الجعدان إلى المراكز الأولى، وهذا من يسيطر ويتقدم الجعدان الغربي الغربي الغربي. سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي هو اللي ينطلق على مقدمة الشوط، يلي بالمركز الثاني الذيب، الذيب ياتي في المركز الثاني، سالم بن غدير بن حمدان الوهيبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث التواجد في ثالث المراكز ياتينا الواعي، الواعي مطر بن غانم بن مسفر المنصوري على المركز الثالث في هذه اللحظات مع الواعي، والمركز الرابع ياتي هملول سعيد بن عتيد بالعرطي الحميري على المركز الرابع، بينما التقدم الى خامس المراكز وياتي في المركز الخامس هداد الدكتور راشد بن حمد بالزفنه الاعفاري من يقدم هداد على خامس المراكز، بينما بقول المركز السادس هنا ياتي مياس رشيد بن غدير بن سعيد الاكتبي مع هذا الانطلاق، والمركز السابع في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء ياتينا ظبيان سعيد بالصغير بن قنون الاكتبي هو اللي في المركز السابع والثامن المراكز هناك من الجانب الاخر، ما شاء الله مغادر عوض بن مظفر بن خموشه العامري، والمركز التاسع في هذه اللحظات ياتينا هملول محمد بن غانم بن حموده الظاهري في المركز التاسع، وعاشر المراكز يتقدم شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد الحجري هو اللي في المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام على أرضية هذا الميدان، وهذا هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام في تواصل هذا الشوط وفي تحديات هذا الشوط. مشاهدينا الاعزاء 1200 عن الوصول، 1200 عن الوصول، خط النهاية عنوان رسمي جميل نذكر به المشاركين، والعودة إلى الانفراد الواعي مطر بن غانم بن مسفر المنصوري يسيطر على مقدمة الشوط ويتقدم الجعدان الحقايق ما شاء الله بأداء جميل بعرض رائع، بينما المركز الثاني بنشوف هنا الأسماء تغيرت. يا سلام حمد بن نافع الشدي انطلق مع المركز الثاني، ياتي القرن على المركز الثاني في هذا الانطلاق، بينما المركز الثالث يتقدم فيه مياس لرشيد بن غدير بن سعيد الاكتبي على المركز الثالث، ولكن 600 متر الأخيرة خلونا مع الانفراد مع الواعي مطر بن غانم بن مسفر المنصوري. يا سلام له عوايد، قبل أسبوع فاز في المركز الأول. يا سلام بهذا الأداء الجميل، ولكن يا سلام ال 400 متر الاخيره مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا الواعي مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري، احد فرسان القدره من الشباب، وهنا مع الهجانه في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل. هذا هو الواعي يسيطر على مقدمه الشوط ويعلن الفوز بدون منافس على الاطلاق، مطر بن غانم بن مسفر القوبع، تهانينا بانفراد وبناموس وبيادة جميل. اسعد الله صباحك والسلامات هناك لاهالي ند الشبه، السلام يرد عن ند الشبه. يا سلام المركز الثاني لرشيد بن سعيد بن غدير، والمركز الثالث لحمد بن نافع الشدي، بينما المركز الرابع
رقم 3 بنشوفنا المركز الرابع الذيب لسالم بن غدير بن حمدان الوهيبي. هذه الأربعة المراكز البقية لجنة خط النهائي لها متابعة في هذا الانطلاق. نعود مع هذا الشوط المثير الذي حمل عنوان هذا الشوط الواعي. مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري قطع المسافة الواعي في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق و